السلام عليكم طلاب، اليوم عندنا شرح المحاضرة 12 الفارنكس. بالبداية قبل أن نبدأ بالملزمة خلينا ناخذ overview على الفارنكس. أول شيء هي مشتركة بين الدايجستيف سيستم والرسبيراتوري سيستم، فمثل ما تشوفون الثاني مشغل هاي، هذا الدايجستيف وهذا الرسبيراتوري، اثنيناتهم مخليهن. الفارنكس هي قبل أن ناخذ هي عبارة عن تيوب يتكون من ثلاثة أجزاء، اللي هو هذا الجزء الفوق النيزو فارنكس، والجزء بالنص اورو فارنكس، وورا اللارينجو فارنكس، ثلاثة اجزاء مثل ما تشوفونه. ماسكولار تيوب يتكون من ثلاثة اجزاء، احنا دا ناخذ هسه بداي اوفر فيو عليه. يعني شنو هو؟ عبارة عن تيوب يمتد وبيه ثلاث فتحات مثل ما تشوفون. هسه هاي الفتحة الاولى دي مثل ما تشوفون، خلنا اشر عليها من هنا، ديتش الجوه الاورو فارنكس اللي هي الفتحة النيزو فارنكس، قصدي الفتحة من النيزل كافيتي وتروح للفارنكس، ماشي. الفتحة الثانية هاي من الأورال كافيتي يرتبط بالجزء تنفتح بالأورال كافيتي عن طريق جزء الأورو فارنكس، والجزء الثالث اللارينجو فارنكس يعني وبعدين تكمل الفارنكس كإيسوفيغاس، ومن اللارينجو فارنكس يطلع لنا اللارنكس. يعني باختصار هي عبارة عن تيوب بثلاث فتحات من قدام. الفتحة الأولى نسميها نيزو فارنكس تروح للنيزل كافيتي، الفتحة الثانية أورو فارنكس تروح للأورال، والفتحة الثالثة اسمها لارينجو فارنكس تروح للارينكس. بعدين هذا التيوب مو يطينا ذني ثلاث فتحات، يكمل كشنو؟ كهاي إيسوفيغاس. زين هسا خلنا نبدأ بملزمة. سفندل شيب ماسكولار تيوب هي عبارة عن فندل يشبه القمع. يعني شنو معناها؟ هي تبدي من فوق تكون عريضة وشوية شوية تصير نحيفة مثل ما تشوفون، من فوق منها عريضة وتبدي تصير نحيفة. هسه نشوفكم اياها بالصور. ماسكولار تيوب قلنا يحتوي على ماسلز، هسه راح ناخذها. المادة 12 سنتيمتر، الدايميتر من فوق 5 ومن جوا 1.5، قد الفرق من 5 ل 1.5 يصغر الدايميتر مالته. تمتد من البيز اوف سكول للكريكويد كارتليج، باعوا مثل ما تشوفون. خليه ينفتح. يلا يلا يلا، باعوا منها لطالع واخر الباروتيد منها. يمتد من هاي البيز اوف سكول، هاي يمتد من يمها وينزل لنا لحد الكريكويد كارتليج. هذا هنا أنا مكان الكريكويد كارتليج، يعني عند الكريكويد كارتليج راح يتحول الى شنو؟ الى راح هذا الكريكويد كارتليج راح يتحول الى اسوفيغاس. انتيريرلي قلنا من قدام بثلاثة اوبننج، هو مو عبارة عن تيوب، عبارة عن هذا تيوب ومن هنا راح يتحول اسوفيغاس من الكريكويد كارتليج بثلاثة اوبننج، النيزو والاورو واللارينجو. هذا يروح للنيزل كافيتي، هذا للاورال، وهذا يطين الفارنكس اللي هي تكون قدام الاسوفيغاس، والفارنكس بعدين تصير تراكية هم منطقة الكريكويد كارتليج يمس السي 6. ها الفارنكس اللارنكس اللي طلعت لنا من الفارنكس، هاي اللارنكس راح تتحول الى تراكية. هاي ناخذها بالمحاضرة الجاية للدخول، روحكم بيها. زين هاي هي عبارة مثل ما تشوفون، عبارة عن ماسكولار تيوب، هذا ماسكولار تيوب وبيه ثلاث فتحات، هاي تو نوز نيزو اورو هاي. زين ايش عندنا ملاحظات؟ قلنا يتكوي الاسوفيغاس يم الكريكويد كارتليج بالسي 6 الليفل مال سي 6 و ها شنو بظهرها؟ بظهرها هسه مو مثل ما تشوفون، هي مو هاي، شنو اللي بظهرها؟ الفيرتبرا. اذا كملنا مثل ما تشوفون هاي الفارنكس وراها بظهرها بوستيرا لها بريفيرتبرال فيشيا والفيرتبراي كلهن. اول شيء بريفيرتبرال فيشيا والفيرتبراي، هاي هم لازم نعرفها مثل ما تشوفون. زين قلنا من فوق نفس الشيء، ها الجزء الوحيد هو مو ماسكولار تيوب، اذا هذا ينفتح وينسد. هاي ملاحظه راح ناخذها بس خل هي اكملها. هو ينفتح وينسد بس اكو جزء وحيد يبقى مفتوح اللي هو النيزو فارنكس، لازم يبقى مفتوح لان اذا انسد بعد راح نختنق ما نقدر نتنفس. فهو صحيح ماسكولار تيوب بس الجزء الوحيد منه اللي يبقى مفتوح، يعني احنا كل الماسكولار تيوبز لما بالريستنج راح تنسد لما ما نستخدمها ما عدا النيزو فارنكس. واكو شغله راح تبقيه مفتوح حتى يسوي لنا الفنتيليشن، وراح نعرف شنو اللي يبقي مفتوح. هو ماسكولار تيوب بس يبقى مفتوح، راح ناخذه بعدين. هسه مثل ما قلنا هاي الرزمة ويمتد من البيز اوف سكال للاسوفيغاس.
هسه الوول اوف ذا فارنكس يتكون مالتها عباره مثل شكل اربع قلاصات، واحد ببطن الاخ، فور كابس وان انسايد ذا اذرز. يعني شنو عندنا؟ اذا نخلي اربع قلاصات مفتوحات من جوا، واحد ببطن الاخ، راح يطلع لنا نفس شكل الفارنكس. احنا قلنا هي عباره مو ماسكولار تيوب، فهي القلاص الاول اعلى واحد لنفرض هذا هو عباره عن فيشيه اللي تبدي هي من البيز اوف سكال. القلاص هذا الجوا الانر موست لاير مال من مال ماسلز انر موست اللي نسميها سوبيريور. الجواها هاي ميدل ماسلز اللي هي تصير فوق الهاي، وبعد اكو كاب ثالث اللي هي السوبرفيشال اللي نسميها انفيريور. اذا الوول اوف ذا فارنكس يتكون من فيشيه اللي نسميها فارنجيو بازيلر فيشيه، ويتكون من ثلاث طبقات من المصل نسميها فارنجيال كونستراكتورز. ثلاث طبقات كلنا نسميه فارنجيال كونستراكتورز، هاي على ايد سايد، يعني من هذا السايد ثلاث فيشيه، وهاي طبقه مال المصل، وهاي طبقه مال المصل، وهاي طبقه، ومن هاي السايد هاي فيشيه، وهاي طبقه مال المصل، وهاي طبقه مال المصل، وهاي طبقه مال المصل. مثل ما تشوفون انه هاي السوبيريور مبين من يمها بس جزء، ورا تجي الميدل هم مبين من يمها جزء، ورا الانفيريور مبينه كلها. هاي الانفيريور اذا ذني سوبيريور كونستراكتور، ميدل كونستراكتور، انفيرير كونستراكتور على ايد سايد، يعني هاي بينات خط فاصل، هاي بوستيرير فيو الصوره. ف ايتش كونستراكتور هاز ان انتيرير سمول اوريجين وبوستيرير وايد انسيرشن انتو ذا فارنجيال ليجمنتس. يعني شنو عندنا في الشيء ليجمنت ينزل من السكول، هذا الرافي نسميه، هذا الخط اللي دا اجره، هذا الرافي ينزل من السكول، الذني كل الذني المصلات تجي نسوي انسيرشن بي. هيج هاي انسيرشن بي، هسه راح ناخذ مالتين اورجن انسيرشن، مو مشكله. المهم بس خل نفتهم الفكره الاساسيه مال ترتيب ذني العضلات، لان كلش مهمه. هسه خلينا نعيدها مثل ما قلنا بالبدايه، عندنا الفوق فيشيه، هاي الفيشيه تبدي من البيز اوف سكول، ورا تجينا السوبيريور كونستراكتورز اللي هنا وتنتهي مثل الجلاس، يجي الجلاس فوقها هاي الميدل، وراها الانفيريور كونستراكتورز. هسه خلنا ناخذها هاي خلنا ناخذها بالاطلس ونفتهمها مضبوط. سيستم دايجستيف ريسبيراتوري، خلنا نبحث. زين، اول وحده عندنا خلنا ناخذ فلتر، هاي سوبيريور لارنجيال كونستراكتورز، هاي اول وحده. الفيشيه ما تبين بهذا البرنامج، الفيشيه تصير جواها، يعني الفيشيه تصير هنا، هذا مكان الفيشيه. اول وحده هاي سوبيريور لارنجيال كونستراكتورز، مثل ما تشوفون هم بس راح ناخذ الاورجن بشكل عام جاي من السكال من قدام، وتجي اللي ورا للنص، واذا خلينا مقابيلها السايد المقابيلها مثل ما تشوفون اي لا هاي الميدل هايد، هاي السوبيريور، هاي وحده وهاي وحده مثل ما تشوفون، ذني جايات من الانتيريور ومسويات السوبيريور وول. وراها ايش راح تجينا؟ راح تجينا الميدل فارنجيال، ونسوي لها اد انفيريور، هاي وحده هاي الثانية، هاي الميدل فارنجيال جاية مثل ما تشوفون من الهايويد بون الاورجن مالتها، وهم راجع اللي ورا ونفس الخط، باعوا نفس النسق، باعوا نفس النسق. هاي السوبيريور، واخر هاي مثل ما تشوفون تجي من القدام، هاي قلنا من السكال، هاي من الهايويد بون الميدل، وجايات على نفس الخط تلتقي ويا الثانية زميلتها بالليجمنت، هذا الفارنجيال ليجمنت، هاي السوبيريور. بعد السوبيريور بين من يمها شوية، لو نوخر الميدل سوي لها هايد، بعد السوبيريور ايش كبر هاي؟ ايش تبقى لنا اخير شيء؟ تبقى لنا اخير شيء الانفيريور، انفيريور كونستراكتور. اللي هي بيها جزئين.
اد الانفيرال كونستراكتور هاي اللي كلها مبينه هاي هي جزئين هاي جزء اللي اسمه ثايروفارنجيال وكريكوفارنجيال بها جزئين الانفيرال كونستراكتور هسه راح ناخذها بس دا اوضحها لكم مثل ما تشوفون فصارت الطبقه هاي السوبيريور هاي الميدل هاي الانفيرال تلتقي ويا زميلتها فراح وتطلع لنا هاي من الكارتليج من الثايرويد كارتليج خلط لكم يا باع جايت لنا من هذا الكارتليج كريكو كارتليج ومن هاي يعني الكارتليج مال لارنكس هسه راح ناخذها مالت الاورجن وانسيرشن ومثل ما تشوفون طالعه من قدام هيجي ومن ورا مرتبطه وحده باللخم سويت انا هذا الراف اللي جاي من الخط هاي المفهوم مال ذني 3 ماسلز هسه راح ناخذ بالتفصيل هسه هاي اخذناها زين هذا شنو هسه هن كل جهه عليها وحده يعني اثنين قلنا اثنين سوبيريور اثنين ميدل اثنين انفيرير زين هسه خلينا ناخذ الفيشيا اول شيء راح نبدي بالفيشيا وننزل اللي هي فارينجيو بازيلر فيشيا اكستندم فروم ذا بيز اوف سكول راح ناخذ مالتها من الاورجن انسيرشن تمتد من البيز اوف سكول وفولو ذا اتاتشمنت يعني شنو معناها من البيز اوف سكول منين راح تنزل لنا هاي الفيشيا شنو مالتها الاتاتشمنت السوبيريور اتاتشمنت اول شيء قبل لا ناخذ السوبيريور اتاتشمنت خلينا نشوف هاي الصوره اذا نريد نتخيلها انه دنباع على السكول من جوا يعني شنو هذا السفينويد هذا التيمبورال هذا الاوكسيبيتال وهذا الهارد بلايت تمام يعني دنباع عليهم من جوا هنا هاي مو السفينويد هذا ميدل بتريجويد هذا وهذا الميدل بتريجويد هذا اسمه هاي اوستاكيان تيوب هذا اللي يجينا من الميدل اير الاوديتوري تيوب نفسه اوستاكي تيوب هذا من نوع من يجينا من الميدل اير وهسه اقول لكم وين يفتحوا شنو فائدته وعندنا هذا الاوكسيبيتال بون وهذا المكان هذا المكان اسمه اوكسيبيتال هاي تيوبركل هذا اوكسيبيتال تيوبركل اللي من يمه ينزل لنا الفارنجيال ليجمنت اللي اخذناه الفارنجيال ليجمنت مال انسيرشن مال مصل ينزل لنا من هنا من هذا مكان هاي الفارنجيال تيوبركل اللي موجود على الاوكسيبيتال بون هذا هو الاوكسيبيتال بون هذا الفارنجيال تيوبركل وعندنا هذا العظم يا هو التمبورال قلنا هاي عندنا كاروتيد كانال هاي الكاروتيد كانال وهاي الابكس اوف بتريوس بارت لان هو مو بارتات فالبتريوس بارت الابكس مالتها هاد دا اشره فالاتاتشمنت مال بازيلر فيشيا فارنجيو بازيلر فيشيا منين يجي على شكل خط هذا اللي تشوفه باللون الاحمر بس هاي الشخابيط اللي تشوفه باللون الاحمر يبدي من الميدل بتريجويد من هنا باع ميديال بتريجويد مال من مال هاي مال بوستير بوردر اوف ميديال بتيريغويد مال السفينويد من هنا هاي من هنا دا يبدي بعدين يمر بيش يمر بالهاي كارتلينيس بارت اوف اوديتوري تيوب يعني مال كارتليج بارت مال اوستاكين اوف اوديتوري تيوب بعدين الابكس اوف بتراس بون هذا الابكس اوف بتراس بون بعدين تيجي هيجي المن للفارنجيال تيوبركل على الاوكسيبيتال بعدين من هنا نفس الشيء هم للابكس مال بتراس وهذا الكارتنيس بارت اوف اوستاكين وللميديال بتيريغويد يعني مثل ما تشوفون هذا الخط الاحمر هذا هو هذا الاتاتشمنت الاورجن مال من مال في اشياء هذا الخط الاحمر موضح الدكتور هاي ينزل لنا من فوق تنزل لنا هاي في اشياء اللور اتاتشمنت توصل لحد هاي لحد الهارت بلد بالليفل مال سي 1 بالليفل مال سي 1 لما يبدي الهارت بلد تنتهي هاي في اشياء زين هسه هاي الفيشيا اول شيء هو هذا يا جزء الجزء اللي يبدي من البيز اوف سكال اللي الجزء اللي يبدي من البيز اوف سكال وينتهي لحد الهارد باليت هذا هو جزء النيزو فارنكس مثل ما تشوفون اخر المصل اخر الباروتيد هذا النيزو فارنكس يبدي من البيز اوف سكول وحد بع هذا مال هارت باليت يعني ويا بدايه الاوروفارنكس راح ينتهي هذا النيزو فارنكس اذا هاي الفيشيا ايضا تمتد ويا النيزو فارنكس هم من البيز اوف سكول للهارت باليت تمتد ويا النيزو فارنكس
وتنتهي. فهسه السؤال المهم، ليش هاي الفيشيا موجودة لحد تنتهي لحد الهارت بلت، وليش موجودة بالنيزو فارنكس؟ اللي هو الجواب مالته جوابه واحد، حتى شنو حتى تبقينا النيزو فارنكس مفتوح. احنا مو قلنا قبل شوية المسكلر تيوب كلهن ينسدن بالريسنج لما ما نحتاجهن؟ زين احنا النيزو فارنكس اذا انسد راح نختنق، اذا هاي الفيشيا وجودها مهم حتى تحافظلنا على النيزو فارنكس مفتوح. اذا الاورو فارنكس ينسد احنا ما عندنا مشكلة، بنحتاجه بس لما ناكل خليه ينسد، بس النيزو فارنكس لا كلش مهم. اذا شنو وظيفته؟ تلغي التون مال ماسكولار مال مصص، تلغي مال مصص مال فارنجيال مصص، تلغي مالتها التون وما تخليها تنسد بالريستنج ستيت. فش نسوي؟ نقول تساعدنا بيش بالبريثنج. كذلك احنا مو قلنا هاي الاوستاكين تيوب، الاوستاكين تيوب وين يفتحن؟ هم يفتحن بالنيزو فارنكس، لان هو هاي بدايه النيزو فارنكس، هي من البيز اوف سكول تبدين النيزو فارنكس مقابل النيزل، هاي من على جوه الهارت باليت، من هاي مال نيزل الفتحات اللي كونكيا اسمها، هسه راح ناخذها. فالاوستاكين تيوب هم تنفتح بالنيزو فارنكس، وكلش مهم هاي الاوستاكين تيوب حتى توازن لنا الضغط. اذا بيش تساعد لنا؟ فهم هاي الفيشيا تساعد لنا، تساعد لنا اذا بالهيرنج بالسماع. ليش؟ لان هم راح تستقبل الاوستاكين تيوب وتبقي لنا مفتوح حتى يتوازن الضغط مال سمع. اذا هاي الفيشيا كلش مهمه بالبريثنج وبالهيرنج، اللي هي فارينجيال بيزلر فيشيا. الاوستاكين تيوب شنو وظيفتها وشلون تفتح وهاي مالتها راح ناخذها هسه اللي قدام بالمحاضره بعد. المهم هسه اول شيء هسه خلصنا البازيلوف فارينجيال بيزلر فيشيا، عرفنا مالتها الابر اتاتشمنت، هاي اخذناها الخريطه هذا الخط الاحمر، اللور اتاتشمنت للهارد بلت للسي 1 وليش تمتد للسي 1 وشنو وظيفتها المهمه، هاي افتهمناها. ولازم هاي الصوره كلش مهمه، يعني هم راح ناخذها كاكس راي وهاي لازم كلش نفتهمها، وراح تجينا هواي صور مثلها. هسه راح ناخذ الاورجن والانسيرشن مال ذني المسلز، كلش سهل وبسيط. راح ناخذ على البرنامج بعدين نرجع على الملزمه. اول واحد السوبيريور فارنجيال كونستراكتور، اللي هاي من هاي تشوفوها هاي وهاي السوبيريور فارنجيال كونستراكتورز، خلينا نسوي لها هاي مثل ما تشوفون. قبل لا اخذ الاورجن مالتهن، قبل لا اخذ الاورجن راح انطيكم الانسيرشن مال ثلاثتهن. خلنا نوخر الاوكسيبيتال، خلنا ناخذ اسل، لا رجعي حتى تنسطرون. الانسيرشن مال ثلاثتهن قلنا وحده تجي ويا الاخ، وحده ويا الاخ، وحده هاي ويا الاخ، وكذلك ذيك السوبيريور ويا السوبيريور، كلهن بنفس الليجمنت اسمه هاي فارنجيال ليجمنت او فارنجيال رافي. احنا كلمه رافي اخذناها بالمايلوهايويد مصل، لما البوستير بارت وحده تلتصق بالاخ بالراف، هاي كذلك هم راف، راف رافي او راف هو الدكتور سما رافي او ليجمنت، نفس الشيء. اللي منين يمتد لنا؟ فارنجيال تيوبركل يمتد من هاي النقطه، اسمه فارنجيال تيوبركل اللي موجود على الاوكسيبيتال بون، وراح ينزل يمتد بين المصلات الذني، ما عدا الانفيريور فارنجيال كونستراكتور الكريكو فارنجيال بارت. احنا مو قلنا الانفيريور كونستراكتور بيها ثايرو فارنجيال بارت تطلع لنا من الثايرويد، والكريكو فارنجيال بارت تطلع لنا من الكريكويد. الكريكو فارنجيال يعني عباره عن عضله واحده ملتفه، يعني ما بيها رافي، وهاي يعني عبارة عن دائرة صايرة ما بيها رافي، هاي معلومة مهمة. فهسا اخذنا الانسيرشن مالتين كلهن، نرجع للي ورا ان كلهن يطلع من قدام مثل ما تشوفون، يطلع من قدام واللي ورا تلتقي اليمنى واليسرى، ما عدا الانفيريور كونستراكتور الكريكو فارنجيال بارت عبارة عن يعني هي تكون جزء واحد مصل، عبارة عن نص دائرة كاملة مثل ما تشوفوها هاي. هسا اول شيء خلينا نبدي بالسوبيريور كونستراكتور، خلينا ناخذ الاوريجن مال وحده وحده. السوبيريور كونستراكتور منين تطلع لنا؟ هاي السوبيريور كونستراكتور انفورميشن، الاوريجن، الاوريجن مالتها الميديال بتيريجويد بليت، هذا الميديال بتيريجويد بليت هذا المؤشر عليه، هذا من هنا مثل ما تشوفون. ليش هاي هي؟ لحظه مثل ما تشوفوها هاي الميديال بتيريجويد، هذا قصدي هذا الميديال بتيريجويد بليت تطلع لنا من هنا من الميديال بتيريجويد بليت. بعد
بيمن ده هاي الأورجين مالته بهذا هذا الأحمر اللي ده شوفوه اللي هو شنو هو مايلو هايويد لاين أوف ماندبل. هذا المايلو هايويد لاين أوف ماندبل مثل ما ده شوفون ده استوي خلنا آخر هاي مصر. المهم بالمايلو هايويد لاين أوف ماندبل وبعد بيمن في شيء اسمه بتيرجو ماندبولار رف بين. لا من أنا ما أعتقد مبين هسه أشوفكم يا هذا بتيريجو مانديبولار. لا هسه عندنا السوبيريور كونستراكتور الاورجين الانسيرشن كلنا اخذنا عن الاورجين مالت الاورجين ايش عندنا منين تجينا من وين القلم من هاي اول شيء من الميديال بتيريجويد بليت هاي هاي المشهور داشر عليها بصبعي هاي من الميديال بتيريجويد بليت اضافه الى تنزل لنا راف من الميديال بتيريجويد بليت الى هاي الماندبل الى الماندبل يعني مثل الليجامنت يعني هذا اللي تشوفوه هذا الطرف مالته هذا الطرف هذا هو عباره عن راف ايضا من المايلو هايويد لاين اوف ماندبل هذا المايلو هايويد لاين اوف ماندبل هذا اللي بالاحمر فمثل ما تشوفون الميديال بتيريجويد والرف اللي الرف اللي يمتد لنا من اللاترال بتيريجويد للماندبل والمايلو هايويد لاين اوف ماندبل هاي الاورجين مالته هاي الاورجين مالته اللي هي من هاي ثلاث اماكن ميديال بتيريجويد والهاي بتيريجو ماندبولار رف اللي هو هاي الطرف مالته عباره شلون هذا الليجمنت اللي ما اشرى يشبه بس ما مبين هنا بالبرنامج ينزل هيك من يمه وبعدين بالمايلو هايويد لاين اوف ماندبل هاي إذن هاي السوبيريور كونستراكتور الأورجين مالته كل السهل بسيط ثلاث كلمات ميديال بتيريجويد والراف اللي مثل هذا بس هيك من أنا هاي هذا الخط هو ينزل هيك من بين وأخير شيء المايلو هايويد لاين زين الميديال بتيريجويد كل لا هاي الميديال كل السهل مالته من الهايويد بون ماكو أسهل من يمه با هاي هاي وين ما مخلي هاي مأشر هذا اسمه الليزر هورن وهذا كله هذا هذا عبارة عن شنو الجريت هورن ذني بيناتن هاي الزاوية الزاوية اللي بين الليزر والجريت هورن تطلع لنا من يمها المصل ميدل بتيريجويد وقلنا الانسيرشن واحد نفسه هاي كل السهلة ما بيها شيء بعد مثل ما تشوفون وحدة جوا اللخ هسا اول وحدة سوبير طلعت لنا من السكال الميدل طلعت لنا منين من الهايويد بون وصارت جواها يعني الانسيرشن نفس المستوى جواها واخير شيء الانفيرير كونستراكتور الانفيرير كونستراكتور هاي ميدل كونستراكتور انا يمكن قلت ميدل بتيريجويد لا هي ميدل كونستراكتور شويه خربطت لتنسطرون والانفيرير فارنجيال كونستراكتور هاي اللي تطلع لنا هاي الانفيرير اللي هي عباره عن ثايرويد بارت ثايرو فارنجيال بارت اللي هي تطلع لنا منين من الثايرويد كارتليج مو هذا الثايرويد كارتليج هي تطلع لنا من هنا من الثايرويد كارتليج والانسيرشن هم برف هم كلش بسيطه زين خل اضيف لكم الثايرويد ثايرويد كارتليج هذا مثل ما تشوفون وحده فوق الاخ واخير شيء هذا الجزء الجوي خل نضيف الكريكويد كارتليج كريكويد كارتليج هاي الجزء الجو لا مو هاي اخير وحده هاي اللي هي اسمها كريكو فارنجيال بارت مال انفيرير كونستراكتور تطلع لنا من الكريكويد كارتليج هذا كريكويد كارتليج مثل ما تشوفون هاي الاورجين مالتها وهم الانسيرشن هنا قلنا عضله عباره عن عضله وحده نص دائره كريكويد كارتليج ذني كل السهلات يعني ثلاثتهن يعني واحد يتخيلها الفوق تطلع لنا منين الماندبل والميدل بتيريجويد بليت جواها الميدل من الهايويد وجواها من الثايرويد كارتليج والكريكويد كارتليج ما بين شيء ومن وراي التقن كلهن زين هسه خلينا نشوف الملزمه ايش بيها زين هسه هاي السوبير كونستراكتور اول وحده اخذنا مالتها الاورجن بتيريجو ماندبولار راف هسه اشوفكم هذا هذا بتيريجو ماندبولار راف هذا اللي دا تشوفوه هذا
هو البتيرجو مانديبولا رف عبارة عن مثل الليجامنتين، يمتد من البتيرجويد بليت للمانديبول، اسمه بتيرجو مانديبولا رف. زين ايش عندنا؟ ها البتيرجو مانديبولا رف هذا نقدر نشوفه جوا الميوكاس ميمبرين. هاي بالشي كلينيكال اذا يعني اذا واحد عنده خبره لما نفتح حلقنا يبين جوا الميوكاس ميمبرين عباره عن رف. فهذا نستخدمه كلاند مارك مال دينتست. الدينتست كلش يستخدم لاند مارك حتى يعرف وين الباراليسز مال انتيرير فيولر نيرف، وين يعطي انستيزيا مال انتيرير فيولر نيرف المكان مالته. الشي يستخدم كلاند مارك هو هذا البتيرجو مانديبولار رف اللي يبين جوا الميوكوسه. اذا واحد فتح حلقه جوا الميوكوسه واحد يعني يفتهم راح يعرف مكانه يندله. زين شعدنا بعد هذا البتيرجو مانديبولار رف اللي دا شوفوه من قدام ما تمنا تطلع عنا المصل اللي هي البوكسينيتر. اذا تتذكرون البوكسينيتر هاي منا تطلع عنا، هاي هم اوريجين مال بوكسينيتر من هذا الرف. وقلنا ايضا يطلع عنا من يم السوبيريور كونستراكتور فارنجيال كونستراكتور. هاي عقب هاي خلصنا السوبيريور اللي هي هاي السوبيريور كونستراكتور، هاي المصل اللي مثل ما تشوفون هذا الرف طالعة من الرف ومن البليت، من البليت وايضا المندبل هنا مقصوص لو بين المندبل تطلع لنا شلون طالعة هاي السوبيريور كونستراكتور. زين هذا نفس الحكي. ها هاي الميدل كونستراكتور مثل ما تشوفون تطلع من هنا الميدل كونستراكتور من الهايويد. هاي باعه هاي هاي قلنا هذا الليزر وهذا الجريتر هورنز وهذا الليزر، فبينات زاوية تطلع لنا من هنا الميدل كونستراكتور. وقلنا انه يبدا الرفيعات الاورجي مالتها رفيع ومن ورا تصير عريضة. بعد ايش عندنا؟ الانفير فارنجيال كونستراكتور قلنا اثنين، ثايرو فارنجيال بار تطلع لنا من الثايرويد كارتليج اوبليك لاين اوف ثايرويد كارتليج، والكريكو فارنجيال اللي عبارة عن هي راح تصير نص دائرة، مصل عبارة عن نص دائرة. زين وهاي عندنا هاي كلش مهمه الملاحظه، ثلاث شغلات طلعنا من الاوبليك لاين اوف ثايرويد كارتليج، هاي حفظ كلش مهمه. الثايرو فارنجيال بارت اوف انفير كونستراكتور ماسلز، ثايرو هايويد ماسل، ستيرنو ثايرويد ماسل، بري تراكيال فيش. اذا ثلاثه ماخذين ان من اسمهم ثايرو و بري تراكيال في اشياء، وهاي ثايرو فارنجيال بارت اوف انفير كونستراكتور. دني اربع شغلات يطلع عنا منين؟ من الهاي اوبليك لاين اوف ثايرويد. وقلنا اخذنا الليجمنت. زين هسه خلصنا دني المصلات. هسه اخر ملاحظه على الانترنسك ماسلز انه الفارنجيال ليجامنت يمتد لحد الكريكويد كارتليج، يعني من البيز اوف سكول يمتد هذا الليجامنت الرف لحد هنا الكريكويد كارتليج فوق يمتد هذا الرف. زين هسه عندنا ملاحظه كلش مهمه اللي هي احنا مو قلنا عندنا ثايرو فارنكس وكريكو فارنكس اللي هي الانفيرير كونستراكتور بها جزئين. الثايروفارنكس راح لما ترجع اللي ورا راح تصعد هيجي، هاي هيج راح تصعد وهاي من الثانية تجيها هيج حتى تطب بالليجامنت، بينما الكريكوفارنج قلنا هي عبارة عن دائرة، هيج راح تكون دائرة من هنا ومن هنا. فمثل ما تلاحظون راح يبقى بيناتهن مثلث مثل ما تشوفون هسه على هاي الرسمة. هاي الهاي الثايروفارنكس وهاي الكريكوفارنكس، فبيناتهن صاير عندنا هذا المثلث اللي هو اسمه كليان هاي دهيسنز دهيسنز كليان دهيسنز. هذا المثلث هذا اذا انطبوا باصبعنا ايش راح نطخ؟ راح نطخ قبل الميوكوسا، يعني ماكو اي مصلز هنا، هذا عباره فقط عن الميوكوزا. اذا عبرنا الميوكوزا قبل هو الكافيتي مال الفارنكس، راح نوصل للكافيتي مال الفارنكس. لذلك هنا اذا صار كانت عندنا صعوبه بالبلع، مثلا مشكله بالابر ايسوفيغاس، او مثلا كانت عندنا اكلنا لقمه كبيره، فراح يصير هيرنيشن. يعني شنو؟ الاكل راح يدفع هاي الميوكس ميمبرين، مثل ما تشوفون هنا هاي بهاي الاكل راح يدفع الميوكس ميمبرين اللي برا، باعوا مثل الاكل راح يتجمع باكل يصير فود فولد، وهنا باع شلون انترس هنا اكل شوي شوي هذا راح يظل يكبر.
هاي الحالة اسمها pharyngeal or esophageal diverticulum. إنه هي منطقة كليان دهيسنز اللي هي عبارة عن mucous membrane اللي هو عبارة عن مثلث gap between two component of the inferior constrictor. Inferior constrictor مو بيها two containers بيناتهن أكو مثلث. فلما راح يندفع الأكل إيش راح يسوي؟ راح يرجع لحد ما يوصل للvertebral column ويأخذ لو يمنى لو يسرى. فراح يجي المريض عند swelling باللاترال سايد اوف ذا نيك لو باليمنى لو باليسرى بسبب diverticulum pharyngeal. زين هسه عندنا البوكو فارنجيال في اشياء اثن ديستندبل لاير كلوز دي انفيس ذا كونستراكتور ماسلز. يعني الكونستراكتور ماسلز اكو في اشياء تغطيهن اللي هي مثل هاي ما تشوفوا هاي هنا بالباير هاي الرسمه باللون الرصاص. هاي الرسمه اوضح هاي باللون الرصاص هي هاي البوكو فارنجيال في اشياء كونتينوات فورورد فروم ذا سوبيرير وان اون تو ذا بوكسينيتر. يعني من قدام راح تكمل حد ما على البوكسينيتر مثل ما تشوفوها هنا على البوكسينيتر. يعني راح تغطين البوكسينيتر هم وهنا قلنا لكم تغطين الكونستراكتور. هسه عندنا اكسترنسك ماسلز. احنا مو قلنا انترنسك ماسل اكسترنسك ماسل بيها الفارينكس فهن ثلاثة ماسلز دنيا قلنا مثل الدوار بينما دنيا ماسل صغار يعني حتى يعني مو ديش الاهمية. اول وحدة السالبينجو فارينجيوس ماسلز مثل ما تشوفون تطلعنا من الاوستاكين تيوب او اوديتري تيوب نسميه نفس الشيء. هذا مثل هسه هذا النيزو فارينكس هذا الاوستاكين تيوب اللي جاي من الميدل اير تطلع من يما مصل صغيرة اسمها سالبينجو فارنجياس مصل. عندنا مصل ثانية اسمها بلاتو فارنجيال مصل مثل ما تشوفون هذا السوفت بلات فهي جايتنا من السوفت بلات وتجي هنا اسطيكم الانسيرشن. واخير مصل ستايلو فارنجياس سهلة من الستايلويد بروسس اوف تيمبورال بون وتنزل ذن ثلاثة راح يسوون اتاجمنت وين بالثايرويد كارتلج اسطر لكم اياها. هاي ثلاثة هن مثل ما تشوفون ديجن يسوون الانسيرشن بالثايرويد كارتلج ذن ثري ماسلز. خلنا ناخذ هنا هاي ثلاثة مصل ستايلو فارنجيوس بلاتو فارنجيوس سالبينجو فارنجيوس. واحد طلعنا من ستايلو بروسس من اسمها من البلات ومن السالبينجو من الاوديتري تيوب اثنيناتهم يروح كلهم يروح الاوديتري هاي للانسيرشن بال هاي ثايرويد كارتلج. زين عندنا بس ستايلو فارنجياس this muscle pass with the التاسع ويا الكرينال نيرف التاسع ويا الفارنجيال branch of vagus nerve between the internal and external carotid artery. يعني هاي المصل طبين الانترنال والاكسترنال كاروتيد ارتري من يمشوا ياها الفارنجيال branch مال الفاغس نيرف والنيرف التاسع مال الكرينال نيرفز اللي هو حتى نسيت اسمه هو التاسع شوفوا زين. هسه عندنا relations مال relations هي مال هاي الفارنكس اللاترال الها laterally pharyngeal space posterior retro pharyngeal space و anterior nasal alveolar larynx cavity. يعني من البوستيرير بالبداية وراها يجينا retro pharyngeal space containing sympathetic trunk هاي وراها بوستير للفارنكس. يعني مو هاي الدارة نعتبر قول هاي الفارنكس وراها يجينا space هنا وراها يجي ورا السبيس وهذا السبيس يحتوي على sympathetic trunk. اللاترال الها هنا اكو كاروتيد شيث هنا الكاروتيد شيث لا العفو من ورا الكاروتيد شيث احنا قلنا هسه هذا الانتيرير فيو من هنا هاي الانتيرير سايد فالكاروتيد هنا نصير كاروتيد شيث ومن قدام هنا انفرا تيمبورال فوسي هنا وهنا الانفرا تيمبورال فوسي. لان احنا مثل ما تعرفون هي الميدل بتيريجويد بليت تصير مالتها البوردر مال الفارنكس فبصف الميدل بتريجويد بليد هنا راح تبدي هاي الانفرا تيمبورال فوسي ومن هنا الكاروتيد شيث والكاروتيد شيث ومن قدام نعرف النيزل والاورال واللارنجاس كافيتيز لان اللي يفتحن بيه هنا راح يكونن قدامه هنا ثلاثة واحد جوا الاخ ب
بالترتيب. هسه هذا الكروس سكشن خلنا ناخذه توضيحي ادري سطره هو دوخه. هسه هي هاي الفارنجيال، هاي الفارنكس، الفارنكس وراها هذا اللون الاخضر ريتروماندبولار سبيس، قلنا الها بوستيرير الها هذا يكون هيج ماشي. انتير الها خذناهن الفتحات نعرفن كل شغلنا بهن. هسه اللاترال الها اول شي هذا البارافارنجيال سبيس لاترال الها هذا هنا مكانه هذا هذا وهذا البارافارنجيال سبيس. وراها من البوستير عندنا هاي الاخضر كاروتيد سبيس، كاروتيد شيث اللي مال كاروتيد ارتري يدخل بيها والجاجولار انترنال جاجولار فين. ومن الانتيرير انفرا تيمبورال فوسا اللي تحتوي على الماستيكيشن مصل، فنسميها ماستيكيشن سبيس اللي تحتوي على الماستيكيشن مصل اللي هي انفرا تيمبورال فوسا. زين خلنا ناخذ هاي الصوره. هسه هاي الصوره اول شيء ايش عندنا؟ عندنا هذا الاكسس وهذا السباينال كورد. زين هسه هسه عندنا هذا الديافرام كلش مهم اللي هو السيتي. اول شيء ايش عندنا؟ هاي الفارنكس، وراها ايش قلنا؟ شي جي ورا الفارنكس بوستيرير اللي لها ريتروفارنجيال سبيس، هذا الريتروفارنجيال سبيس هذا وهذا ذني لحظة، هذا الريتروفارنجيال سبيس اللي شي يحتوي مثل ما تشوفون اكو نقاط بيضة، نقطتين بيضة هاي فوق هاي وهاي النقطة ذني هي السمباثيتك ترانك. زين انتيريا اللي عرفناها. زين هسه اللاتراري، اللاترال اللي عندنا اول شيء عندنا هذا السبيس اللي هو بارافارنجيال سبيس هذا وهذا وهاي الكاروتيد شيث وهاي الكاروتيد شيث تمام، وهاي طارت باروتيد جلاند، هاي الباروتيد جلاند وهاي باروتيد جلاند. هسه عندنا هاي الانفرانتيمبورال فوسا هاي كلها مثل ما تشوفون. شو عندنا؟ هذا الماندبل، هذا هاي المسيتر المصل وهاي الميديال بتريجويد، هاي الميديال بتريجويد وهاي الماندبل وهاي المسيتر. هسه كو واحد يقول لي اللاترال بتريجويد وين راحت؟ يعني هاي الدايافرام مو كلش مفهوم. هسه واضحه يعني هو شويه دوخه، فهسه نحاول هاي كروس سكشن بالهيد باعو، هذا نفس الكروس سكشن، هاي هي هاي النيزوفارنكس يعني هي هاي التانك، وهنا مفتوحة بالسوفت بلد مفتوحة بالموث، هاي هي هاي الفارنكس قصدي، هاي النيزوفارنكس هاي الفارنكس، وذني مثل ما تشوفون السبيسات، هذا المكان سبيس وهذا المكان سبيس وهذا المكان مثل ما تشوفون همكو سبيس، يعني هنا سبيس كلش واضح يعني فراغ السبيس هذا وهذا اللي وهاي هاي البارا فيرتبرال سبيس هذا. زين وقلنا هاي الباروتيد هاي الماندبل وهاي الميديال بتريجويد وهاي الماسيتر باعو، هذا الماندبل اخذناه ذيك نفس الصورة مثل ما تشوفون وهاي الميديال بتريجويد وهاي الماسيتر. فهسه واحد يقول لي اللاترال بتريجويد وين راحت؟ هسه اقول لكم اللاترال بتريجويد وين راحت. خلنا نفره، اذا فرينا هذا السكشن شوي يعني صعدنا اللي فوق مثل ما تشوفون اللاترال بتريجويد تمشي بالعرض، هاي اللاترال بتريجويد فمخلصه تكون مخلصه، بينما هاي الميديال بتريجويد راح تنزل، هي اللي راح تنزل على الماندبل باعو، باع هاي اللاترال بتريجويد هاي مأشرها هنا باحنا اصلا مقصوصه، يعني هاي الانفيريور هيد وهاي السوبيريور هيد مثل ما تشوفون ذني مقصوصه وتنتهي، يعني ما توصل ما تنزل كلش لجوا الليفل مال تانك. تمبورال زين
هسه خلينا نرجع نفور هاي يعني ننزل بليفل اقل بقى بالليفل مال التانك تطلع لنا بس الميديا ريبتيريغويد اللي سوي انسيرشن بالماندبل تطلع لنا المسيتر فهاي التوضيح يعني اللي ما وهاي هنا الكاروتيد هذا الارتري هذا الاكسترنال كاروتيد هنا الكاروتيد شيث وهاي الانفرا تيمبورال فوسا كلها وذني المسلز مالتها وقلنا ذني السبيسات اللي قلنا عليها وهي هاي الفارنكس زين عندنا خير شي هاي الستيرنوكلايدوماستويد هاي معروفة هاي وهاي الستيرنوكلايدوماستويد وهاي الترابيزياس يعني قديمات هاي نفس الحكي هسه النيرف سبلاي مال فارنجيال مسلز هسه احنا من اخذنا المسلز كلهم اكستيرنال وانترنال اكسترنسك وانترستنكس ما اخذنا النيرف سبلاي لان كلهن يغذيهن الفارنجيال برانش الفارنجيال بلكسس كلهن يغذيهن الفارنجيال بلكسس عدا الستايلو فارنجيال مسلز اللي تنزل من الستايلويد بروسيس يغذيها الجلوسو فارنجيال مسل زين هسه الفارنجيال بلكسس اللي تغذينا غنينا المسلز مع الفارنكس منين تتكون من الفارنجيال برانش اوف فيغاس نيرف الفيغاس نيرف يعطيها برانش كموتور تتكون من الفارنجيال برانش اوف هايبوغلوسو فارنجيال هذا التاسع يعطيها سنسري وتتكون من الفارنجيال برانش اوف سوبيريور سيرفايكل جانجليون فازوموتور فاذا هاي البلكسس تتكون من ثلاث برانشات الاساسي مالتها الموتور الفيغاس نيرف اللي يعطينا الفارنجيال برانش اللي يعطي سنسري للاوروفارنكس يعني السنسري مال الاوروفارنكس الجلوسوفارنجيال نيرف التاسع الموتور هنا مسؤول عن حركة المسلز يعني هي هو مسكلر تيوب فمسؤول عن حركة هاي لا كسنسري بس التاسع الجلوسوفارنجيال بينما هاي الجنجليون فازو موتور تشتغل على البلاد فيزلز يعني كونستركتور ودايليشن وذن السوالف هسه هاي الفارنجيال بلكسز عرفناها زين الستايل اوف فارنكس ماسلز من يغذيها قلنا يغذيها التاسع جلوسوفارنجيالز زين هسه ورا ما فهمنا البلكسز ما بيها شي حفظ ان ثلاث برانشات مالتها حفظ هسه عندنا الجلوسوفارنجيالز التاسع شنو بيش يفيدنا هسه ثلاث شغلات اول شي يعطينا الستايل اوف فارنكس موتور هاي اللي اخذناه الاكسبشن هي بس هي وكذلك يعطينا برانش سنسري للبلكسز وكذلك يعطينا الهاي هذا السنسري مال البلكسز قلنا على الاورال كافيتي هي للفارنكس كلها وكذلك البوستيرير ثيرد اوف ذا تانك من يغذي الجلوسوف فارنجيال نيرف يغذي التاسع اللي يغذيه كسنسري كهاي سنسري كمان سنسيشن وتيست سبيشال سنسيشن التيست سوينا هذه ثلاث شغلات يعطينا موتور ستايل اوف فارنكس سنسري للبلكسز والبوستير ثيرد اوف ذا تانك يعطي كمان سنسيشن ويعطي سبيشال تيست مالاته هسه هاي خلصن الفارنجيال بلكسز والجلوسو فارنجيالز اخير شيء عندنا هاي ملاحظه يقول لك الفارنجيال برانش اوف ذا فيغاس نيرف يحمل كراينال اكسسوري فايبرز هاي اذا تذكرون بالملزمه الرابعه السباينال اكسسوري نيرف الدعش اللي يطلع لنا من الكراينال كان شي يسوي احنا مو قلنا ينقسم الى كراينال وسباينال هو النيرف نفسه ينقسم الى كراينال وسباينال السباينال راح يغذي لنا الستيرنوكلايدوماستويد والترابيزياس سباينال اكسسوري نيرف الجزء الكراينال مالته راح يغذي لنا يمشي ويا الفاغاس نيرف ويغذي لنا المسل مال لارنكس والفارنكس فهذا البرانش الكراينال اكسسوري فايبرز اللي تجينا من السباينال اكسسوري نيرف من الكراينال بارت مالته تمشي ويا الفيغاس وراح تغذي لنا المسل اوف فارنكس ولارنكس هذا الجزء الخاص بالفارنكس هاي اللي يريد يتذكرها بالملزمه الرابعه موجوده زين هسه ايش عندنا هاي الصوره البارتات احنا قلنا نقسم اللارنكس الى نيزوفارنكس اللي يبدي من السكول بيز حد الهارت باليت مثل ما تشوفون هذا السكول بيز وهنا لحد الهارت باليت ماشي والنيرف مات ماكسيلاري نيرف بعدين ناخذ النيرفات الاوروفارنكس يبدي من الهارت باليت من هنا لحد جلوسو ابيجلوتس فولد هاي الجلوسو ابيجلوتس فولد
هاي الحد يعني لحد الابيجلوتس، هذا هو الابيجلوتس، هذا الحد الابيجلوتس اللي هنا انا بقى، هو هذا اللون الوردي، وهذا عفوا النيزوفارنكس، انا غلط اشرته، هذا النيزوفارنكس الاصفر، هذا النيزل كافيتي، هذا هذا النيزوفارنكس من البيز اوف سكول الحد الهارت باليت، هاي الهارت باليت لين هاي هاي المدندنه منها تبدي بعد السوفت باليت. واخير شيء عندنا الهايبو فارنكس اللي هي لارينجو فارنكس، تبدي ان هي من الابيجلوتس فولت، هاي يعني من الابيجلوتس الحد هنا اللارينجس التاي لارينجس اللي هنا منها تكمل اللارينكس، ومنها يدخل يكمل كاسوفيجاس، يعني هي الفارنكس قبل تنزل كاسوفيجاس ويطلع من يمها اللارينكس من قدام. هسه خلينا نشوف هاي الصوره، هاي يمكن ساجيتال سكشن اسمه، هاي الفتحتين الهاي الفتحات مال نيزل كافيتي بالنيزو فارنكس اللي هي اسمها هاي كوينا كوينا كوين الكوينا، هاي ذني الفتحتين هاي الكوينا، هاي وهاي الكوينا جواهن الهارت باليت مثل ما تشوفون هنا، هن ذني الفتحتين يكون مكانهن، هاي ذني الفتحتين وجواهن الهارت باليت، ومنها هاي المدندلة من يمه السوفت باليت، هاي السوفت باليت هاي المدندلة. وش عندنا ايضا؟ عندنا هاي الجلوبولة، هاي الجلوبولة اللي نازلة من هنا، اذا تتذكرون الجلوبولة لما ناكل تصعد فسدنا سدنا النيزوفارنكس حتى لك اللي يصعد فوق، هاي الجلوبولة وهذا التانك بوستير ثيرد، وهذا هذا الابيجلوتس، ومن هنا الفتحة مال الفارنكس تبدي، وهاي الابيجلوتس، هاي الدايفرام كلش مهم يعني لازم تفتهمه، وخلى ايده عندنا النيزل كافيتي هذا بالكوينا راح يفتح لنا النيزو فارنكس هاي لحد الهارت باليت، وهاي السوفت باليت من هنا راح اشرح تبدي لنا اورو فارنكس، وهاي الجلوبيولا اللي لما تصعد هيجي بهذا الاتجاه هيج تصعد راح تسد لنا المجرى، هاي هاي شلون هيج لما ناكل هاي الجيوب راح تجي وتصعد هيج، فراح تسد لنا النيزو فارنكس حتى ينزل الاكل، تمتد لحد الابيجلوتس، وراح تبدين اللارينجو او الهايبو فارنكس اللي تنزل لحد الالت مال اللارينكس، هاي الالت ومن هنا هاي اللارينكس تنزل، وهذا الابيجلوتس، وقلنا الهاي الابيجلوتس قصدي هذا الاسوفيجاس، والابيجلوتس هذا لما هم ينسد لما ناكل هم ينسد حتى الاكل قبل يجي ويدخل بالاسوفيجاس، يعني هاي راح تنسد وهاي راح تنسد حتى يجي الاكل قبل يدخل بالاسوفيجاس. زين هسه عندنا هاي الاليه مال دخول الاكل، وهاي لما ناخذ اللارينكس راح تنشرح بالتفصيل والميكانيزم نهايه المحاضره مال 13. هسه عندنا هاي الملاحظه انه احنا مو عندنا هاي ميديال هاي ميديال بتريكويد بروسس منه وميديال بتريكويد بروسس، اي شيء اللي يكون لاترال لها يعني نعتبر هذا الميد لاين، اي شيء لاترال لها هو كونتنت بالانفرا تمبورال فوسا، واي شيء ميديال يعني بيناتهن هذا على الفارنكس يعتبر، يعني الفارنكس راح تطب منه ومنه بين الميديال بتريكويد الاثنين. زين هسه عندنا جاب بالو in the pharyngeal wall، الفارنجيال وول بي جابس بين من بين الكونستراكتورز، هن العضلات مو يصيرن كطبقات مثلا هاي الطبقه الاولى وتجي هاي الطبقه الثانيه ونقول هاي الثالثه اللي هي الانفيريور، فاكو بيناتهم جابس يج تدخل بيناتهن تراكيب، وبهاي الجابز اكو تراكيب تدخل بيناتهن، يعني بس هيك تصورها مثل ما تشوفون مثلا الفاير هنا هذا السهم هذا جاب وهذا جاب هذا هنا اكو جاب، فاول جاب above the pharyngeal basilar fascia، يعني شنو هو بين الفيشيه وبين البونز مال base of skull، اللي هو اذا تذكرون بالسلايد الاول لما شرحناها لما قلنا البيزيلر في اشياء هذا هو هذا مكان الجاب اللي يطب من يمه اوستاكيان تيوب،
هذا اكو قاب مثل ما تشوفون انه الفيشيا بهاي المنطقة ما ترتبط بالبيز اوف سكول، ما ترتبط بالعظم، لا ترتبط بالاوستاكين تيوب لي بعدين ترجع ترتبط. اذا هذا نعتبره قاب تدخل من يم الاوستاكين تيوب اللي هو بين السوبيريور كونستراكتور او بين البازيلر فيشيا وبين البيز اوف سكول. زين هسه ايش عندنا؟ عندنا هناك اكو في شيء، خلينا نكمل هاي بعدين نرجع على القابات. اكو في شيء اسمه ساينس اوف مورغاني اللي هي يعني هي نفسها، هي هذا القاب موجود بالقاب منطقة اسمها ساينس اوف مورغاني اللي هو هذا، هاي هي هاي الفيشيا، هذا هو هنا مكانه تقريبا، هاي الفيشيا وهنا هاي مكانه اللي هو يكون بين الفيشيا in closed space between the upper border of superior constructor and base of skull. يعني هو بين اللي هو اصلا راح يستقبل auditory tube والtensor bullet، يعني هو نفسه هذا القاب اللي اخذناه فوق اللي هو above the pharyngeal basilar fascia، نفسه هو اللي اصلا هو هذا، هي هاي يعني هاي الساينس، هاي الساينس تحتوي من ضمنها راح تدخل auditory tube، فهي كلها هذا القاب نسميها الساينس اوف مورغاني. ايش تحتوي هاي الساينس؟ بها الاوديتوري تيوب والتنسور بلتي، هاي التنسور بلتي هي المصل اللي مسؤوله عن حركه السوفت بلت. وقلنا احنا مثل ما تتذكرون قلنا احنا المنطقه اللي تواجه الاتاتشمنت مال فيشيا بالبونز هي منطقه النيزو فارنكس، المنطقه اللي ينفتح بها النيزل كافيتي على الفارنكس، لذلك الكارسينوما بالنيزوفارنكس دائما تمتد اكستند لاترالي، يعني التيومر هاي راح ناخذه بالنيوبليجيا، يعني شلون تمتد من منطقه تمشي من النيزوفارنكس راح تمتد وراح تروح هي بهاي المنطقه بالساينس اوف مورغاني، هي بهاي المنطقه يعني راح يرجع لي ورا، يعني راح يجينا هنا يصير التيومر. فايش راح يسوي لنا؟ احنا بالبدايه هاي الساينس اوف مورغاني تحتوي على الترايجيمينال نيرف، الماندبل نير الجزء من الترايجيمينال، لذلك ايش راح يصير عندنا اذا انتشر هاي الكارسينوما، انتشرت من النيزوفارنكس وراحت على هاي المنطقه السبيس اللي هي ساينس اوف مورغاني، راح اول شيء كوندكتيف دافنس، يعني ايش راح تسوي؟ راح يروح التيومر هاي يدمر التمبانيك ممبرين مال الاذن الوسطى، يعني يدخل بالاوديتوري تيوب ويدمر التمبانيك ممبرين فيصير عندنا دافنس طرش. والسوفت باليت هي احنا مو قلنا هي موجود التنسور بلتي المصل موجودة هناك، والتنسور بلتي مسؤولة عن حركة السوفت بلت، بما أن التنسور بلتي يغذيها الماندبل نيرف، الماندبل نيرف راح ينضرب فراح توقف، يعني التنسور بلت بعد ما تتحرك أصلا هي المصل هم راح توقف. والترايجيمينال نيورو ألجيا راح يصير عندنا، يعني هاي حالة انه وجهنا يصير يعني بس انطخي يقوم السنسيشن مالتنا كلش قوي، بس انطخي يقوم يصير عندنا ألم، هاي يعني حالة تقدرون تبحثون عليها بالجوجل موجودة بوكيبيديا ترايجيمينال نيوراليجيا. هو الدكتور بالمناسبة ما شرح هذا السلايد عافية، بس يعني أنا كتوضيح شرحته. لذلك القابز عندنا أول شيء يعني بين البيزل فارنجيو بيزلر فيشيا وبين هاي بيز اوف سكال والتحتو يفتح بي اوستاكين تيوب نفس اللي هو الساينس هاي، وكذلك عندنا جاب بين السوبيريور وميدل كونستراكتور مثل ما تشوفون، هاي السوبيريور كونستراكتور هاي الميدل كونستراكتور، هاي كوبينات جاب اللي يدخل بها ستايلو فارنجياس ماسلز، هاي اللي مهشرها بالازرق، هاي الستايلو فارنجيال ماسل تدخل بهذا الجاب، وكذلك الترايجيمينال التاسع اللي هو جلوسو فارنجيال نيرف هم يدخل بها ذنين ماسلتين، واخير جاب بدوين الميدل وانفيريور كونستراكتور اللي يحتوي على انترنال لارنجيال نيرف وسوبيريور لارنجيال ارتري، ذني ايضا بين يطبن بين الميدل وانفيريور كونستراكتور ماسلز. هسه الارتري اوف ذا فارنكس ذني لازم ينحفظن درخ، عندنا artery يجينا من external carotid artery ومن maxillary artery ومن facial artery و superior thyroid artery، ذني الارتريات لازم ينحفظن ascending pharyngeal ascending palatine pharyngeal artery من maxillary، ذني هم لازم ينحفظن. الفينز شلون عندنا هنا؟ عندنا الفينز راح تكون على شكل pharyngeal plexus، هاي مثل ما تشوفوا هاي pharyngeal plexus، هي اكومباني ارتريز، هي نفس الارتريز اسامي مالتهن، بس ايش راح يسوون؟ راح يسوون فينوس بلكسز اسمها فارنجيال بلكسز،
فسوينا تو يعتبرن اثنين بلكسزات. الابر هاي الابر راح ترتبط ويا البتريغويد بلكسز، تصعد هنا هي مكان البتريغويد بلكسز تصعد ترتبط بيها. اللور راح تصب بالانترنال جاجولار فين، يعني الفينات هن يجني نفس الارتريات يسوون لنا بلكسز، تو فينوس بلكسز هي نسميها، هي تو فينوس بلكسز كلها نسميها فرنجيال بلكسز. الجزء الابر من يمهن ها هنا مو تو، الابر وحده راح ترتبط ويا البتريغويد بلكسز الموجوده بالانفراتيمبورال فوسه هنا، بينما الجزء اللور راح يصب بالانترنال جاجولار فين. زين هاي اخذناها نفس السلايد وهاي نفس الحكي. هسه راح ناخذ اجزاء الفارنكس جزء جزء، وكل جزء مش يتكون. اول شيء اول جزء راح ناخذ النيزو فارنكس. هسه هاي الصوره خلي ناخذها. اول شيء هذا النيزال كافيتي، هذا الهارت بلد، وهذا السوفت بلد، هاي اليوفيولا، هذا التانج، هذا الابيغلوتس، هاي البيز اوف سكول، وهاي البوستيرير نيزل ابيرتشر اللي هي الكوينا نسميها، اللي الفتحه تربط لنا النيزل كافيتي بالنيزو فارنكس. اذا هذا الجزء هو النيزو فارنكس اللي ينتهي لحد هنا، لحد الهارت بلد، لحد هنا ينتهي. زين هسه هذا النيزو فارنكس ايش يحتوي؟ اول شيء يحتوي لنا على التونسلز. التونسلز هي عبارة عن لنفاتكس، فأول وحدة اسمها فارنجيال تونسلز اللي هي موجودة هناك يم البيز اوف سكول بالأبكس. هذا مكانها وين؟ هنا مأشر السهم سحاية، وين ما مأشر السهم هنا بالبيز اوف سكول موجودة هاي التونسلز، هي فارنجيال تونسلز نسميها أدينويدز، خصوصا هاي تكون اكتف بالاطفال. يعني هاي شنو هي؟ هن التونسلز حتى شنو ليش موجودات؟ الفائده مالتهن حتى لما يتعرفن الفورن ماتيريالز لما يدخلن، اذا كانت متعودين عليها مثل الاكل والطعام النورمال راح تخليها تعبر، لان هي متعرفه عليها، بس اذا شيء اب نورمال شيء غريب راح الليمفاتكسيا راح تصير بيها انفلاميشن ومن ذني السوالف. ليش يقول لك مثلا لما واحد يجي من السفر قبل يتمرض؟ لان الجو يختلف والاكل يختلف، فالتونسلز مالاته راح يعتبر الجو والاكل مو نورمال، راح تعتبره فورن ماتيريالز. هن الاكل والهواء اللي يدخلن هم فورن ماتيريالز، بس نسميه نورمال فورن ماتيريالز. بس دني اب نورمال، اذا مثلا واحد جاء من السفر راح يصير اب نورمال، مو شيء طبيعي، فراح يصير راح يتمرض على ما يتكيف على الوضع، يتكيف مالته التونسلز على الهواء الجديد والاكل الجديد. المهم هذا مو موضوعنا. هسه اول شيء اول شيء موجود بالنيزو فارنكس هو الفارنجيال تونسلز اللي هي موجوده هنا بالابكسيه، وحده مو زوج، وحده موجوده يم البيز اوف سكول بالابكس اسمها فارنجيال تونسلز، خصوصا تكون اكتف بالاطفال. هسه هاي الفارنجيال تونسلز لها حجم معين، هاي المؤشره هنا، هاي التونسلز باعوا مثل ما كاتب هنا نورمال، لها حجم معين. هاي اذا صار بيها انفلاميشن انتفخت ايش راح تسوي لنا؟ بالبدايه احنا مثل ما تتذكرون بهاي الصوره اللي اخذناها بالبدايه، انه بالبيز اوف سكول شو يفتح لنا؟ تفتح الاوستاكيان تيوب، هاي موجوده الاوستاكيان تيوب، هو نفس هاي الصوره كنا نشوفها، نفس هاي الصوره التونسلز يكون هنا مكانها المفروض، ويكون حجمها صغير، وهذا مقابلها عندنا النيزل كافيتي، نفس هاي الصوره بالضبط، هي نفس المفهوم مثل ما تشوفون مقابلها النيزل كافيتي هاي التونسلز، وهنا الفتحة مال أوستاكيان تيوب، هاي الفتحة مال أوستاكيان تيوب هي مأشرة. لذلك إذا هاي التونسلز انتفخت تورمت شو راح تسوي لنا؟ راح تضيق المجرى مال التنفس، راح تضيق المجرى، راح ايش تكبر تجي لي هنا، وش راح تسوي لما تطلع اللي قدام؟ هي نفرض التونسلز خلونها بهذا اللون، هاي التونسلز النورمال، وهذا اللون الازرق الفاتح هذا اللون، هاي الفتحه مال اوديتوري تيوب تمام مال قناه اوستاكي، فجتي وورمت فراح تكبر هيك، راح تكبر فراح تسد لنا الاوستاكي تيوب من الجهتين، وش راح تسوي؟ راح تضيق المجرى التنفسي. لذلك اكو هاي الكيس بالاطفال، انه طفل عنده التونسلز كلها ملتهبه، مثل حتى هاي اللينجوال تونسلز مال اللسان ملتهبه،
ومال اي وعنده هاي ادينويد هايبر تروفي. الادينويد هي نفسها الفارنجيال تونسلز بها هايبر تروفي. لذلك شو تسوي ان الميدل اير السده اللي هي الاوستاكين تيوب والفنتيليشن يصير صعب، لذلك يقوم يتنفس من حلقه الطفل، يقوم يشخر ويتنفس من حلقه. و فهي هاي الفارنجيال تونسلز الادينويد نسميها. زين شو عندنا بعد كذلك؟ عندنا الفارنجيال ريسز. مثل ما تشوفون الاتاتشمنت مال هاي بقى ارجع الصوره بالستايد الاول، خف واحد تيه بهالصوره يرجع الاول بدايه الشرح. مثل ما تشوفون هاي فارنجيال بيزلر في اشياء تجي تسوي هيجي وتطلع هيجي وتطلع، ذني الفراغين نسميهن الريسز، نسميهن فارنجيال ريسز. هاي الفارنجيال ريسز ذن الفراغين اللي مثل ما تشوفون هنا بهذا الام ار اي، هاي الرسز وهاي الرسز ذن الرسز نفسهن اشارتهن. هاي الرسز شنو اهميتها شنو مالتها الكلينيكال؟ هاي بهاي الصوره النيزل كافيتي النيزل هاي الصوره النيزل كافيتي كافيتي هذا النيزل كافيتي هنا قدام النيزل فارنكس بالسكال نفس الصورة، هي صورة بصف الصورة ذني مال الاكس راي والهاي نفس الصورة ذني الداخلات جوا منها هي هاي الفارنجيال ريسز. هاي بها مصر اسمها الفيتر بالاتاين وبها مصر اسمها الفيتر بالاتاين بهاي الريسز هنا وهنا اكو مصر اسمها الفيتر بالاتاين. زين هسه اذا صار عندنا تيومر بهذا بهاي الريسز ماشي، صار اكو تيومر، فاحنا اي تيومر طبيعي شو نسوي؟ لازم ناخذ بايوبسي خزعه حتى نشوف شنو نوعه وشون هاي شلون نعالجه. فاذا كان اكو تيومر هنا واحنا اكيد راح ندخل عمياوي لان هي منطقه كلها ستراكشرز، وهاي ناخذ خزعه ونطلع راح ندخل عمياوي نفتح فتحه، يجوز ندخل من جوا من النيزل مباشره او ندخل من الاورال يعني حسب المكان اللي ندخل من يمه، بس راح ندخل عمياوي. زين مثل ما تلاحظون بهاي الصوره هاي الرسز شنو هاي اللي بصفها الفتحه اللي هي هاي الكاروتيد شيث، فهنا هذا الكاروتيد ارتري اللي هو انترنال، فلازم نكون حذرين يعني بصفنا هذا وهذا انترنال كاروتيد ارتري. هذا الانترنال كاروتيد ارتري بس نضربه اعتبر المريض مات قبل يعني الله يرحمه، فهي كلش كلش خطره يعني نتعامل وياها جراحيا. انه مثل ما تشوفون هنا هو هذا الارتري بس ينضرب الارتري اعتبر المريض مات كاروتيد ارتري، لذلك لازم نكون كلش حذرين. هي هاي الرسز نفس الحكي. زين هسه ايش عندنا بعد؟ قلنا بالنيزوفارنكس، قلنا الاوديتوري تيوب اللي هي الاوستاكين تيوب اللي هي هاي نفسها، واكو في شيء اسمه تيوبال تونسلز. تيوبال تونسلز هاي صايره يم الاوديتوري يم الفتحه مال الاوديتوري تيوب، يعني مو هاي الفتحه مال الاوديتوري تيوب، فالتونسلز صايره هاي هنا يمها هاي المؤشر عليها بالسهم. هاي ايضا كونتينت مال نيزوفارنكس. كذلك عندنا سالبينجو فارنجيال فولد. تتذكرون المصل سالبينجو فارنجيال مصل هاي اللي هي تعتبر من اكسترنسك مصلز اوف فارنكس، عندها هاي الفولد مالتها هي منين قلنا مو تطلع لنا من الاوديتوري تيوب، فبدايتها البيز مال هاي المصلز هي فولد اسمها سالبينجو فارنجيال فولد. هاي هنا هاي الفولد اللي هي البداية البيز مال سالبينجو فارنجيال ماسلز. إذن ذني المحتويات اللي أخذناها الأدينويد الرسز الأوتيتر تيوب التيوبال تونسلز والهاي سالبينجو فولد، ذني المحتويات مال نيزو فارنكس. هسا مرات يصير عندنا تنسد يقول لك الأذن الوسطى أو يصير عندنا دافنس في الحالات مالتهن، أما بسبب انسداد قناة أوستاكين ريتراكشن تو حالتين مثل ما تشوفون هاي هاي ريتراكشن بعد مثل ما تشوفون هنا اوستاكين مسدودة قناة اوستاكي التيوب صاير بيه انسداد، او سألنا جلو اير يعني صمغية يعني مثل مادة الصمغ موجودة يم التمبانك ميمبرين فسدنا الاير. فاذا انسدت قناة اوستاكي هي شنو فائدتها؟ فائدتها انه احنا الهواء دا يجينا ضغط من هنا التبانك مابرين، فلازم اكو في الشي اكو منها هيج فتحة هم يطب بيمها هو حتى يتوازن الضغط
الجهتين ما تنبانك ما برين، يعني ما يصير الضغط نيجاتيف بريشر من جهة واحدة يضغط، لا لازم همكو فمن النيزول وعلى الأوستاكين ويجي على هاي الجهة ويضغط حتى يوازن الضغط على جانبي الغشاء. فإذا انسدت راح يصير يجي الضغط بس من الخارج، راح الغشاء من جهة واحدة يضربه من جهة واحدة، فراح يصير بي تينشن، فبعد ما ماكو ما راح نقدر نسمع. فهاي حالات مال انسداد هاي obstruction of auditory tube. زين هسه الأوروفارينكس الجزء الثاني اللي يبدي من الهارت بلت، الجزء الثاني مال فارينكس هاي مالت الليمت انتي باي ذا بلت وغلوسال فولد از ماركت از اند اوف اورال كافيتي. زين يعني الستركتشر اللي يحتوي على بلاتو غلوسال فولد وبلاتو فارنجيال فولد، هاي البلاتو غلوسال فولد هاي اللي تشوفوها، وذيك الورا هاي وهاي هاي بلاتو فارنجيال فولد، بيناتهن اكو في اسمه تونسلز بلا هاي التونسلز بلاتن تونسلز بيناتهن هاي من هنا ومن هنا، واللينجوال تونسلز هاي صايره هنا بنهايه اللسان هاي اللي ورا من بين هاي الرسمه، لان التراكيب الموجوده. وقلنا ليميتد انتيرير يعني شنو معناها، يعني الانتيرير بوردر يعني اللي ون وتنتهي بدينا الاورال كافيتي، الفاصل بينه وبين الاورال كافيتي هاي البلاتو جلوسلز، هاي البلاتو جلوسلز هي تفصل من الاورال كافيتي عن الاوروفارينكس. وقلنا هاي البلاتن تونسلز الموجودة بين البلاتو جلوسلز وبلاتو فارنجياس هاي منا ومن هنا، وتحتوي على الكريبتس هاي الكريبتس حتى شو لما ناكل شيء يجي الطعام يقعد عليها يطب بهاي الفتحات فتتعرف عليه. صحيح قلنا هو فورن ماتيريالز بس يصير نورمال، اما البلوس سبلاي ما البلاد سبلاي فذني اكثر من 6 ارتريات تغذيه تكون ريتش ان بلاد سبلاي، وذني يعني يقولون ما بيهن شيء. هاي التونسلايتس التهاب مالتها ويصير كرونيك. زين فهسه هاي التوزيع مال الليمفاتيك، شوفوا شلون احنا اخذنا اكو اثنين مفردات اللي هي اللينجوال صاير بالبيز اوف ذا تانك، والفارنجيال الادينويد صاير بالبيز اوف سكال بالابكس مال نيزو فارنكس، والمزدوجات التيوبال تونسلز يم الفتحات مال اوستاكين تيوب، والبلاتن تونسلز على جانبين اللسان ذن للتوزيع مالتهن مثل ما تشوفون بهالصورة. اللارنجيو فارنكس هاي بعدين بالمنزمة ال 13 اللي وراها راح تفتهموها بالتفصيل، يعني إذا تقروا هنا ما راح تفتهمون شيء، بالمنزمة اللي وراها راح ناخذها. زين أخير شيء عندنا هذا الدايافرام، هاي أعتقد يعني لازم تشوفون بيا مصدر وتقروهم كلهم إذا تعرفون التأشيرات. المعروفات هو اللي قال عليه الدكتور هاي التايت تانج، هذا الابيغلوتز، هذا الجينوهايويد، هذا الهايويد بون، وهذا اعتقد الماندبل ام اي، هاي انفيرير كونخية، هاي الواحد والاثنين والثلاثة، الواحد نيزو فارنكس، اثنين اورو فارنكس، ثلاثة لارنجو فارنكس، هاي الاي اي والبي تي مهمات. شلون عرفناهن؟ اول شي هاي مو هاي سي 3، اذا هذا الديسك between C3 و C2، هذا الكبير نعرفه الدينس، اذا هذا الانتيرير ارش مال C1 هذا الاي اي، والبي تي بوستيرير تيوبركل مال C1 لازم نعرفه، هاي الميدولا ابلونجاته هم لازم نعرفها، وبعدك تأشيرات يعني تقدرون تقولون.